بيت الوطن، احنا معاكم بث مباشر جديد من محافظة المنوفية، وتحديدا يعني وفاة الحاج محمود العربي. احنا موجودين دلوقتي ورا الجثمان اثناء نقله من مستشفى العربي بأبو رقبة تبع مركز اشمون الى المسجد لصلاة الجنازة عليه، زي ما حضراتكم شايفين معانا كده لحظة نقل الجثمان. احنا بنتابع معاكم مشاهدي جريدة الوطن نقل جثمان الحاج محمود العربي الى المستشفى لصلاة الجنازة عليه، زي ما حضراتكم حالة من الحزن الشديد هنا في قرية ابو رقبة، توافد المئات لم يكن الالاف من المواطنين من محافظة المنوفية وغيرها من المحافظات الاخرى الى قرية ابو رقبة لاداء صلاة الجنازة وتشييع عثمان الراحل الفقيد الحاج محمود العربي. لازلنا معكم مشاهدي جريدة الوطن في بث مباشر من قرية ابو رقبة تبع المركز اشمون، ولحظة نقل جثمان الحاج محمود العربي. شيخبندر رحمة الله عليه، واللي توفي بالأمس عن عمر يناهز 89 سنة. الجثمان في سيارة دفن الموتى تتجه إلى مسجد العربي في قرية أبو رقبة لأداء صلاة الجنازة على الحاج محمود العربي. بنتابع معاكم مشاهدي جريدة الوطن لحظة بلحظة نقل جثمان الحاج محمود العربي إلى مثواه الأخير. تابعونا لحظة بلحظة عبر البث المباشر على صفحة جريدة الوطن. لحظة نقل الجثمان الآن، دي سيارة دفن الموتى تابعة لمؤسسة العربي. يعني حالة من الحزن الشديد بتسيطر على أبناء محافظة المنوفية بعد الإعلان بالمساء أمس عن وفاة الحاج محمود العربي. طبعا وفاته كانت صدمة للجميع من محب الخير في مصر بالكامل، ويعني الفقراء وغير القادرين اللي كان بيساعدهم الحاج محمود العربي. احنا يعني زي ما عرفنا ان هو كان رحمة الله عليه كان بيقدم دي سيارة دفن الموتى ومتواجد فيها جثمان الحاج محمود العربي. بننقل ليكم صورة حية لنقل الجثمان الآن. متواجدين معاكم مشاهدي جريدة الوطن عبر البث المباشر ونقل يعني تشييع الجنازة ومراسم تشييع الجنازة للحاج محمود العربي الذي وفاته المنية، رجل الأعمال الشهير وصاحب مجموعة العربي المحبوب من جميع أهل قريته وجميع المواطنين على مستوى الجمهورية. يعني زي ما قلنا لحضراتكم السيارة اللي بتواجد فيها الحاج محمود.